بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نلتقي في هذا الدرس الأول في تفسير التحرير والتنوير للإمام محمد الطاهر بن عاشور رحمة الله عليه، وفي سورة البقرة. وهذا الأمر يتصل بالدروس التي نتحدث فيها من ظلال القرآن الكريم للشهيد سيد قطب، والذي يحفزني هنا أن كلا التفسيرين يعطياني معا للمستمع وللمتابع صورة أوضح لفهم آي القرآن الكريم، حيث أن هذا التفسير يركز على معاني المفردات والجمل بشكل أكثر وضوحا مما يركز عليه في ظلال القرآن الكريم الذي يتحدث في ظلال الآيات عن المعاني وأشياء كثيرة نجدها هناك في حلقات ظلال القرآن الكريم. أما هنا فالتركيز على علم البيان في فهم آيات القرآن، ولذلك وددت هنا أن أبين لماذا أهتم بكتاب التفسير، تفسير التحرير والتنوير، إلى جانب كتاب الظلال لسيد قطب. ونبدأ مع سورة البقرة، وتحدثنا في الحلقات السابقة عن سورة الفاتحة، والآن جاء الحديث عن سورة البقرة، وهذه الحلقة بعنوان سبب تسميتها ومنزلتها بين سور القرآن. هكذا سميت هذه السورة سورة البقرة في المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم وما جرى في كلام السلف رضي الله عنهم، فقد ورد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة كفتاه. وفيه عن عائشة رضي الله عنها: لما نزلت الآيات من آخر البقرة في الربا قرأهن رسول الله ثم قام فحرم التجارة في الخمر. ووجه تسميتها أنها ذكرت فيها قصة البقرة التي أمر الله بني إسرائيل بذبحها لتكون آية، ووصف سوء فهمهم لذلك، وهي مما انفردت به هذه الصورة بذكره. ويقول الإمام الطاهر بن عاشور: وعندي أنها أضيفت إلى قصة البقرة تمييزا لها عن الصور التي تبدأ بألف لام ميم من الحروف المقطعة، لأنهم كانوا ربما جعلوا تلك الحروف المقطعة أسماء للصور الواقعة هي فيها، وعرفوها بها نحو طه وياسين وصاد. وفي الاتفاق عن المستدرك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنها سنام القرآن وسنام كل شيء أعلاه، وهذا ليس علما لها ولكنه وصف تشريف. وكذلك قول خالد بن معدان: إنها فسطاط القرآن، والفسطاط ما يحيط بالمكان لإحاطتها بأحكام كثيرة. نزلت سورة البقرة بالمدينة بالاتفاق، وهي أول ما نزل في المدينة. وحكى ابن حجر في شرح البخاري الاتفاق عليه، وقيل نزلت سورة المطففين قبلها بناء على أن سورة المطففين مدنية، ولا شك أن سورة البقرة فيها فرض الصيام، والصيام فرض في السنة الأولى من الهجرة، فرض فيها صوم عاشوراء،
ثم فرض صيام رمضان في السنة الثانية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صام 7 رمضانات، أولها رمضان من العام الثاني من الهجرة، فتكون سورة البقرة نزلت في السنة الأولى من الهجرة في أواخرها أو في الثانية. وفي البخاري عن عائشة رضي الله عنها: ما نزلت سورة البقرة إلا وأنا عنده، أي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان بناء رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة في شوال من السنة الأولى للهجرة، وقيل في أول السنة. والمقصود ببناء رسول الله صلى الله عليه وسلم بها أي زواجه منها. الثانية، وقد روي عنها أنها مكثت عنده 9 سنين فتوفي وهي بنت 18 سنة، وبنى بها وهي بنت 9 سنين، إلا أن اشتمال سورة البقرة على أحكام الحج والعمرة وعلى أحكام القتال من المشركين في الشهر الحرام والبلد الحرام ينبئ بأنها استمر نزولها إلى سنة 65، كما سنبينه عند آية فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، الآية 196 من البقرة. وقد يكون ممتدا إلى ما بعد سنة 8، كما يقتضيه قوله الحج أشهر معلومات إلى قوله لمن اتقى، الآية 197 إلى 203 من البقرة، على أنه قد قيل إن قوله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله من الآية 281 من سورة البقرة هو آخر ما نزل من القرآن. وقد بينا في المقدمة 8 أنه قد يستمر نزول السورة فتنزل في أثناء مدة نزولها سور أخرى. وقد عدت سورة البقرة 87 في ترتيب نزول الصور، نزلت بعد سورة المطففين وقيل آل عمران. وإذ قد كان نزول هذه الصورة في أول عهد بإقامة الجامعة الإسلامية واستقلال أهل الإسلام بمدينتهم، وهنا يستخدم الطاهر ابن عاشور لفظ الجامعة الإسلامية بدل من لفظ الجماعة الإسلامية الأولى الذي يستخدمه سيد قطب. إذن هنا نحافظ في هذا التفسير على استخدام اللفظ الذي يستخدمه الطاهر ابن عاشور ونكمل. وكان من أول أغراض الصورة تصفية الجامعة الإسلامية من أن تختلط بعناصر مفسدة لما أقام الله لها من الصلاح، سعياً لتكوين المدينة الفاضلة النقية من شوائب الدجل والدخل. وإذ كانت أول سورة نزلت بعد الهجرة فقد عني بها الأنصار وأكبوا على حفظها، يدل لذلك ما جاء في السيرة أنه لما انكشف المسلمون يوم حنين قال النبي صلى الله عليه وسلم للعباس: أصرخ يا معشر الأنصار، يا أهل السمرة، يعني شجرة البيعة في الحديبية، يا أهل سورة البقرة. فقال الأنصار: لبيك لبيك يا رسول الله، أبشر. وفي الموطأ قال مالك: إنه بلغه أن عبد الله ابن عمر مكث على سورة البقرة
ثمانية سنين يتعلمها. وفي صحيح البخاري كان نصراني أسلم فقرأ البقرة وآل عمران، وكان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم ارتد إلى آخر القصة. وعدد آيها 285 آية عند أهل العدد بالمدينة ومكة والشام، و86 بعد 200 عند أهل العدد بالكوفة، و87 بعد 200 عند أهل العدد بالبصرة. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، اللهم آمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.